السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم شقه للبيع، وهاد الشقه كاينه في هاد الدار هذه اللي كنوريكم دابا، وهذه الزنقه اللي كاينه في هاد الدار. كما كتشوفوا زنقه عريضه وما عندكمش مشكل في الطوموبيل بالنسبه للناس اللي موتوريزي او حتى بتي تاكسي يقدر يدخل حتى لهنا، ما كاين حتى مشكل، ماشي بحال دوك الزناقي الضيقين. هذه هي الشقه اللي قلت لكم كاينه في الطابق الثالث، فيها 64 متر مربع. غتلقاو فيها الصاله، هي هذه، كاين وسط الدار يعني السيجور، ممكن ديروا فيه كليسه بحال هكا ولا تفرجوا، المهم كيبقى الاختيار لكم طبيعه الحال. فيه جوج بيوتا، فيه كوزينه وفيه تواليت. وكيف ما كتشوفوا تبارك الله الدار مضويه ومشمسه، ما تحتاجوش نهائيا تشعلوا الضو في النهار. وحتى بالنسبه لليميديتي ما تخافوش منها، يعني الرطوبه هنا ما تلقاوش مشكل ديال الرطوبه، لان الدار مهويه بيان ايغي، ما كاينش نهائيا هذا المشكل. وعندكم الحق في السطح، يعني عندكم الربع ديال السطح كيولي ديالكم بمجرد ما كتكتبوا عقد ديال البيع، يعني ماشي غير بالفم بطبيعه الحال، فكيتكتب في العقد ان عندك البارطما ديالك زائد الربع ديال السطح ديالك، ديك الساعه كيكون عندك الاختيار دير فيه داكشي اللي بغيتي. وحتى الموقع ديالها زوين بزاف، قريب ليها كل شيء، حداك السويقه، حداك مدرسه خاصه يعني مدرسه بريفي غير في الدوره، كاين ثلاثه المدارس عموميه، كاين التيرمينوس ديال الطوبيس، كاين طابتي تاكسي، كرون تاكسي، كل شيء حداك. واصلا الشارع قريب ليها بزاف، وغادي نوريكم بالضبط الموقع ديالها، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو بالنسبه اللي غادي يبغي يجي يشوفها، لان بطبيعه الحال التصاور والفيديو ماشي بحال الواقع. هو رقم الهاتف اللي كتشوفوا لتحت ممكن تتواصلوا معاه، ماشي عندكم شي استفسار ولا شي سؤال فاكيد غادي تجاوبكم على جميع الاستفسارات ديالكم. وانا غادي نوريكم بالضبط، كملوا معايا الفيديو نوريكم بالضبط كيفاش توصلوا للدار. بالنسبه للثمن ديال هاد الشقه، ماليها كيطلبوا فيها 24 مليون، وقابله للتفاوض ان شاء الله، ان شاء الله من تنوي ويكون خير. ودابا غادي نوريكم بالضبط الا بغيتي تجيو ليها. هاد الدار كاينه في حين بيعات، ولكن ماشي حين بيعات للجهه ديال الواد، كتجيو لهنايا التيرمينوس الاخرى ديال الطوبيس كيف ما كتشوفوا، ها هو حي السلام هو اللي قدامكم، هذه التيرمينوس الاخرى كاين بيم، وهنايا هذه هي السويقه كتدخلوا معاها نيشان كما كتشوفوا حداها كلشي، ها هما كرون طاكسي، ها هما، لان كاين اللي كيسمع حين بيعات كيحسب له الجهه ديال الواد والجهه ديال الهيتم، ديك الجهه اللي غارقه شي شويه كيخافوا منها الناس، انما هاد البلاصه هادي لا، ها هو بيم حداكم، كلشي اي حاجه بغيتوها كتلقاوها هنا قريبه بزاف. هاد السويقه بطبيعه الحال كتهبطوا معاها نيشان، هي هادي، وكيف ما كتشوفوا تبارك الله السويقه عامره فيها كلشي، اي حاجه احتاجيتوها غادي تلقاوها هنا حداكم حدا الباب. صافي من تما السويقه كتدخلوا، هانتوما هاد البلاصه بالضبط كما كتشوفوا، كتدخلوا وكتلقاو الدار هي الثانيه، هي هادي قدامكم. والسوق بطبيعه الحال كاينه في الطابق الثالث. نتمنى نكون قلت لكم اغلبيه المعلومات اللي تبغوا تعرفوا على هاد الشقه هادي، ولا نسيت شي حاجه خليوا لي السؤال ديالكم في التعليق واكيد غادي نجاوبكم عليه. وما تنساوش تدعمونا بجيم اشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. في انتظار نتلاقاو في فيديو جديد وفي مدينه جديده، تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، وبسلام عليكم.